تدرون منو أنا؟ أنا الباندا. أحب اللعب وأحب الوناسة، وأهم شيء الجد. أنا شاطرة وايد والكل يشهد لي. أحب كل المواد، لكن الرياضيات أحلى درس، يعني متعتي بالدنيا حل المسائل الرياضية، مثل العلوم واللغات والرياضة والفنون. الحمد لله نجاح وطلعت الأولى على الصف. أهلي اليوم بيحتفلون فيني، انتوا بعد تعالوا احتفلوا معاي. والألفة هي أهم العناصر اللي لازم تصير
شنو؟ ينبع بالتحصيل الدراسي مع تدريبها. فهمتوا؟ الحين راح تفوزون أول حصة وهي حصة الرياضيات. Yeah!
من انكم تحدث؟ ليش ندرس؟ احنا مش كده.
الحان اطبخ لك. من المدرسة البدنية؟ سؤال؟ سمعتي سؤال؟ شنو؟ دكتور قاعد أعمل لي، هو الناظر، هو الوكيل، هو المرشد، هو كل شيء، حتى كل المناسب، حتى هو يجيب لي ودينا بعد. أنت منو؟ أنا طالع عندكم من المدرسة. هذا منو؟ بس من كثر ما احب المدرسه تلقاني مرات ادرس وتلقاني مرات ادرس ومرات شو اسوي؟ كل شيء اسوي انظف اسنق ها كل شيء كل شيء لان انا وايد وايد احب شنو الاهتمام في المدرسه عموما الوقت عندكم دقيقة واحدة بس دقيقة مو أكثر تتبرمون على هذه الأجهزة جاهزين؟ جاهزين يلا راوني انا مكان هي هناك شلون مو انت ليه
أهم حركة حق المسابقة. تفضل. خذ هذه. الحركة اللي راح أضربكم عليها هي راح تشاركون فيها بالمسابقة. حركة التوازن على ظهر واحدة. بس قبل لا أعلمكم إياها دبدوب لو سمحت تعلمي. امسك العصاية. تدرون شنو هذه العصاية؟ هذه العصاية أنا حافظ عليها من الأجيال السابقة، من المدربين كلهم، من المدراء كلهم لغاية اليوم. وإن شاء الله أنتم بعد عمر طويل راح تنسون هذه المهمة وتنقلونها حق الأجيال القادمة. زين؟ رسموا معاي. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. غطوا عيونكم. اي صح. بطل خشمك. اي صح. رسموا معاي. حركة التوازن على ري واحدة خلال خمس ثواني. زين؟ ايه. يلا. واحد. اثنين. ثلاث. أربعة. خمس. ست. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. من فيكم يقدر يسوي هذه الحركة ويشاركني؟ عليك يا بابا تدربوا عليه. مبروك عندك. تعالي اني تهمني يا عبيرات. كنا اوكي الاولى بشيء مال الجامعة المواد. كنا اوكي بشكل المسابقة وهذا واحدة بعد ما عرفها لسه تفريق. ليش شفتك حتى بيك شفتك ما عرف بيك شفتك هذا حتى هو زميلك مدرسة عليك. كله حبطني كله حبطني. بس انا واثقة من قدراتي واثقة من طموحي وادري ان انا راح احاول راح اتوقع انا ما راح افوز. يا بانت مو هذه الرياضيات مو رياضه. مو غلط مو غلط لما انا احب شيء وافوز بفايده فيه واحاول اسوي شيء ثاني مو غلط. يحاول راح احاول وراح اشارك وراح افوز وبتفوز.
Thank you.
والحين وصلنا نهاية القصة. ومثل ما شفتوا كنت واثقة بنفسي ومصرة على هدف، علشان كذي حققت حلمي. وحتى انتوا تقدرون تصيرون مثلي وأحسن.